أدلة ببيانات رسمية عن التقرير. النقطة الأولى، شكك بسنيتي فضيلة الشيخ عمر بكري فستو. هذه معلش خليها على جنب، خليه يكفي ديمقراطية. أنا يا شيخ عمر عم بشاهدني هلأ المئات والألاف من جيراني وأقاربي وأصحابي وأصدقائي اللي ربيت معهم. أنا مسلم سني من بيروت من الكارنتينا، ربيت ببيت شافعي والحمد لله، خريج المقاصد الإسلامية جيد جدا في تلاوة القرآن الكريم، وأيضا درست الفرض العيني عن تلامذة الشيخ الشهيد نزار الحلبي الذي قتله الإرهاب في قلب بيروت. لهيك يمكن حضرتك بتشكك، لأنني أنا ربيت في مدرسة الاعتدال وتعلمت على يد مشايخ الاعتدال، والحمد لله لم أدخل التطرف ولم أتعرف إلى المتطرفين. وإذا بهذا الأسلوب يا شيخ عمر، أنا كان فيني أقول لك أنا بشك بنسبك، والويكيبيديا محطوط بيشكوا فيك سوري أو لبناني. لا أو إذا بتريد لا أنا ما عملت زيك شيخ، أنا عملت زيك سورية واللبنانية تحتقل. لا وبيك لا أنا جيك كل جنسيات جيك أنا مسلم جيك جيك أنا كان فيني شك فيك يا شيخ، كنت حافظ القرآن ما كنت شك الكلام هذا ما شيخ شيخ. لا أنا كان فيني شك فيك مثل ما أنت عم بتشكك، وإلا أنت كلمة أنا ما هيك أنا ما هيك سني وشيعي ليست عرق تنتمي إليه، ما هو عبارة عن مدرسة تؤمن بها. انا شافعي انت طيب. وهابي هذا الحكي بيكون دقيق وحلو خلاص ما مشكله، انا مسلم اتبع الكتاب والسنه. انت وهابي انا شافعي حلوين انا وهابي. لا لا انا وهابي في شيرلي في شيء خطر، لا لك شو الخطر فيه. لكن خلينا بالموضوع شيرلي، حكي فكره خطره هي الموضوع. قال انه في شيعة بيعملوا حالهم سنه، لا مش مزبوط وهذا منتشر. نحن مسلمين اخي حرين، نحن مسلمين سنه ولنا الفخر يحاربوا السنه، وهذا كلام انا مسلم سني والي الفخر، لكنني شافعي في مدرسه الاعتدال. اذا التزم